إيه بالنسبة للمسألة الأولى، يظل كنت واضح في المداخلة بتاعي وقلت أنه مسألة رجوع البطولة هي يعني مرتبطة بمسألة واحدة اللي هي مسألة السلم الاجتماعي تمثل ولا ما تمثلش. مسألة هل أن السلم الاجتماعي تمثل ولا ما تمثلش، السلطة التقديرية ما ترجعش للوزارة، ترجع إلى السلطات الجهوية، وهذاك هو نفس التمشي. لا هذيك بالنسبة لنا نحن موقفنا ما تبدلش بكل، هذه هي كما الجمعة اللي فاتت كما الجمعة هذه. إذا كان يعني السلطات المختصة تعتبر أنه ثم يعني استتكوانتي هذية يمس بالسلم الاجتماعي، من حقها أنها تتدخل وتعلق رجوع البطولة. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. بالنسبة للمسألة الثانية الفيدراسيون به، نحن هذايا كما قلنا قبيلك راهو نص قانوني يعبر عن إرادة شعب، يعني عن إرادة سلطة. رانا منيش باش نخليه هوني المجال، يعني بحكم النص هذا يطبق بصفة آلية على كافة الهياكل الرياضية، يعني لو شكون ثم لا تاس ولا حتى مسألة أخرى. يعني لهنا وحدنا الهيكل القضائي اللي باش يبت في النزاعات الرياضية، بإمكانها تطلب تعليق يعني الجولة الأولى. دونك هذا هو موقفنا، هذا موقف وزارة الشباب والرياضة. وإذا كان ثم أسئلة نجموا يعني نتلقى. لازم نحدد الأمور نحطها في رانا سلطة إشراف، رانا مانيش جامعة أخرى قاعدين نتفاوضوا مع جامعة لكرة القدم، رانا سلطة إشراف اللي نحن فوضنا المرفق العمومي لجامعة معينة، مانيش شغل من بيديكاليتي، راهو هذايا لازم واحد يعني رانا نمثلوا الدولة اللي وقع فهمني التطاول على الهيبة بتاعها، هذايا معناتها كليرينيت به. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، راهو نحن زاد كيف كيف قاعدين نسيروا في مرفق عام، راهو نحن ماهوش من مصلحة وزارة الشباب والرياضة أن البطولة تتوقف، هذايا لو شهر قبل الكوب دي موند، هذايا باش نكونوا واضحين. رانا الكلنا وراء المنتخب الوطني بتاعنا، أما الموقف اللي نحن نتحدثوا عليه موقف راهو من الأفرين مش من التو، هذايا وهو موقف مبدئي. وراء وزارة الشباب والرياضة إذا كانت ترقى تعطي اللي وراها واللي قدامها باش المنتخب الوطني يكون يعني عنده نتائج إيجابية بالنسبة للمشاركة بتاعه في كأس العالم، راهو بربي راهو ماهوش صحيح أنه نحن اللي قاعدين نحطه في العوائق باش البطولة ما ترجعش، ولعمرنا تحدثنا على المسألة هذية وما ثماش عليه. أما هنا زاد لازم نطرحوا الإشكال، نطرحوا السؤال، يا اخي شكون كان سبب في ان البطوله ترجع توا؟ شكون اللي كان سبب انه العالم اجمع رجعت البطوله بتاعه الا تونس؟ يا اخي وزاره الشباب والرياضه. ومن توا بداوا يتحدثوا سلطه الاشراف ترفض استئناف البطوله. يظهر لي اوكان مومون من التدخل بتاعي تحدثت وقلت وزاره الشباب والرياضه ترفض استئناف البطوله. بربي نحدد راهو توا في لي ريزو سوسيو وتوا شفت المساله هذيا، وراكم تشوفوا سوء النيه بتاع اشخاص معينين اللي من مصلحتهم انه تكون ثم تشنج على مستوى يعني العلاقه بين وزاره الشباب والرياضه والجامعه التونسيه لكره القدم وخاصه الجمهور. انا نعاود نقول البوزيسيون بتاعنا، موقفنا واضح، الموقف نحن فوضنا النظر بالنسبة للمسألة هذه اللي هي مسألة تقنية للسلطات الجهوية، هذه تفويض النظر بالنظر إلى مسألة معينة، هل أن السلم الاجتماعي تمثلت ولا ما تمثلتش؟ ماهوش لينا نحن ترجع المسألة هذه. دوك بالله معناتها العباد اللي قاعدين يبثوا في أكاذيب كيف هكايا، قول لهم احشموا على روحكم وراجعوا روحكم، بارك الله فيكم. نأكد على حاجة، راهو ماهوش توجه وزارة الشباب والرياضة أنها تحل المكاتب الجامعية الكل، مش نحكي كان على الكرة، عليه. نحن رانا مانيش سلطة قضائية
باش هذا نبداو نحكموا عليه بالاعدام. راه لازم تعرف حاجه انه يعني تواصل المرفق العام يقتضي زاد كيف كيف الاحتفاظ بالمسيرين اللي هما من واجبهم انه يسيروا المرفق العام. وقتاه نوصلوا نحلوا مكتب، اولا الاجراءات ماهي ساهله حتى طرف، راه باش نوصلوا نحلوا مكتب ثم تفقديه توري انه تعمل يعني لونكيت بتاعها تنجم تخدم اشهر كما تنجم تخدم اعوام باش تودي اللي ثم تقصير او سوء تصرف على المستوى الاداري او المالي. طب بالنسبه لنا نحن راهو مش هكاك يعني بصفه اعتباطيه نلقاو انه ثم اختلاف على مستوى وجهات النظر نقوموا نحلوا مكتب جامعي. اما ان ادى الامر اذا كان يعني ثم اخلالات اللي هي متراتره على مستوى التصرف في يعني في المرفق العام، هوني تولي تتلز وزاره انها تحل المكتب الجامعي هذا. حاجه الاولى هاوك عليه بالنسبه للمشروع الجديد بتاع المرسوم هذا في يعني مرسوم الهياكل الرياضيه، وتشوفوا من بعدك انه راهو نحن خيرنا انه يعني نراقبوا التصرف بتاع الجامعه خير من اللي نمشيو لحل الجامعه. دوك هنايا اكل برشا عباد خايفين راهو يسخايبوا المرسوم هذا باش يخلي الجامعه تخدم على روحها رايده، اما في حدود القانون دون استسهال الحل. به المسألة الثانية التشريك في المشروع. كما قلت قبيلك السي طاهر، راهو المشروع معناتها سأيتي كونسومي أكثر من اللازم. راهو النوادي والجامعات الرياضية والكوميتي أولمبيك، الناس الكل عندهم ديزاني عطاو وجهات النظر بتاعهم. ومخزنين لهنا عندنا في الوزاره، يعني التوجه بتاع يعني وزاره الشباب والرياضه راه عنده اون اسيس اللي هو ديجا اكل المفاهمات مع الهياكل الرياضيه بصفه عامه.